لديك خصوصا في العاصمة؟ نعم، وأنا الآن تحت الهواء هنادي. سقط صاروخ أرض في منطقة خان الشيح البلد، وإلى الآن يعني لم نعلم مكان سقوطه بالضبط. يعني الآن وأنا تحت الهواء كان سقوط صاروخ الأرض على خان الشيح. أيضا في خبر عاجل من الحجر الأسود، الاشتباكات تجري الآن عند القاعدة الجوية في آخر حي الحجر الأسود، أثرت عن تمكن الجيش الحر من قتل ما يزيد عن 10 جنود تابعين لكتائب النظام في هذه الاشتباكات في مخيم اليرموك. بعد معارك طويلة على محور السبورات، استطاع الجيش الحر تحرير حاجز دشمة الملك المطل على جهة شارع فلسطين وعلى بلدية اليرموك، وأيضا من جهة السبورات على كازية شموط. أدت السيطرة على الحارات الطويلة المطلة على شارع نسرين وحي الزاهرة في حي كفر سوس، سقطت قذيفتي هاون وذلك خلف مبنى أمن الدولة، ولا أنباء عن سقوط ضحايا. أيضا سقوط قذيفة في حي المزرعة في الريف الدمشقي. يعني 3 غارات جوية يستشنها كتائب الأسد على الغوطة الشرقية، أو طائرات كتائب الأسد على الغوطة الشرقية، بالإضافة للمعظمية. اليوم عصرا حصل انفجار ضخم هز المدينة من الجهة الشمالية الغربية، ولا تزال الاشتباكات متواصلة هناك مع قصف واشتباكات يعني على الجهة الغربية والشمالية في المدينة. واليوم قامت كتائب الأسد بقصف مدينة حمورية في الغوطة الشرقية، مما ادى لارتقاء شهيد، فيما تدور اشتباكات عنيفه في حجيره البلد بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، وذلك بمعدل 10 قذائف في الدقيقه الواحده. في داريه تم التاكد من نقص 3 عناصر من كتائب الاسد خلال محاوله تسلل على الجهتين الشماليه والجنوبيه. يعني هنادي باختصار هناك الكثير من الاخبار، لكن هذا يعني الاخبار المهمه التي تحصل الان في العاصمه والريف. شكرا لك مازن الشامي الناطق باسم شبكه شام في دمشق وريفها وسوريا.